اهلا بيكم، مرحبا بيكم. سوزي الطوخي بتمسي عليكم. دكتور او رسام او طباخ او فنان او حتى صاحب حرفه يدويه، المهم تكون صنايعي في شغلانتك وبتعملها فن وحرفنه. هنا يبقى انت اكيد نجم في مجالك. هندور عليك عشان نستضيفك عندنا في برنامج نجم المجال. هندردش معاك وتحكي معانا عن سر نجاحك في شغلتك وازاي قدرت تحقق النجاح ده. هنعرف من نجومنا حكاياتهم واسرار نجاحهم، ومش هنسيبهم الا ومعانا خلطه نجوميتهم. هنعرفهم بجمهورنا وهنخلي جمهورنا يعرفهم وكمان يتابعهم. نجم فقرتنا الاولى النهارده مش بس نجم في مجاله، لا ده كمان بطل فيها وصاحب بطولات وجوائز، نحات ولكن من نوع خاص قادر يخليك تحب شكلك وكمان قادر يوصل لياقتك البدنيه لاعلى مستوى في وقت قليل جدا. نجمنا مارس رياضه معينه وما اكتفاش بممارستها، لكن ده كمان قرر يطور نفسه فيها ويدرس ويتعمق اكتر لغايه ما اصبح مدرب فاهم وعنده من الخبره اللي يقدر بيها يوصل اي حد عايز هو كمان يكون بطل في الرياضه دي. رحبوا معايا بالمدرب وبطل رياضه الفتنس وكمال الاجسام كابتن محمد كومه. اهلا بحضرتك، منور برنامج نجم المجال الفني. انا عرفت من الاعداد ان انت سنك صغير، انت بدات منين وامتى الرياضه دي؟ انا بدات زي اي شاب كان نفسه يزيد شويه في الوزن او يعمل فورمه كويسه. كنت نحيف جدا طبعا، كان وزني ممكن مثلا حوالي 60 كيلو. بدات انزل جيم واتمرن، طبعا ما كانش فيه مدرب معايا، واللي هو كان بدايتي كده العادي اللي هو اروح يوم اغيب 10، الكلام ده كله زي اي حد بيبدا يعني. بس فبدات اتطور من نفسي، اقرا كتير، افهم، اخش يوتيوب، اتفرج على فيديوهات كتير، اقرا. انت علمت نفسك بنفسك ولا لا؟ ما في البدايه ما كانش معايا مدرب بصراحه يعني. كان بيطنشني شويه، يفهمني شويه، ما كنتش باخد كل حاجه يعني. فبحبيت يعني من نفسي اطور من نفسي انا. بس فبدات اتعلم واتمرن مع نفسي، وكان في طبعا يقول لي جيم ايه وما تروحش ومالوش لازمه ومش هتعمل حاجه في الاخر. بس الحمد لله طبعا قدرت اطور من ده كله بمجهودي وتعبي يعني. ما شاء الله عليك، ربنا ما شاء يخليك. طيب الجسم المثالي عايز ايه غير التمرين؟ هو طبعا قبل التمرين، التمرين ده 30% من بنات الجسم، 70% منه نظامك الغذائي اللي انت ماشي عليه. طبعا لازم يكون مناسب ليك، مش هينفع تخش الجيم وانت ماشي عشوائي. ما ينفعش مثلا اكل انا زي اخويا. لازم طبعا يكون في نظام انا ماشي عليه يكون مناسب ليا، يكون مثلا في بروتين، في الكارب، كل الكلام اللي هو ايه، كل الاكلات اللي هي مثلا تضيف، اللي هي بتزود العضلات، بتزود اللي هو مناسبه ليا. بس زي مثلا ممكن اضيف، مثلا انا واحد مثلا عايز ازيد شويه، باكل مثلا كارب كتير اللي هو الرز الابيض، النشويات عامه، الشوفان، المكرونه بانواعها، الرز مثلا البسمتي، اللي دي الحاجات اللي هي اللي بتزود بتزود معانا الكتله العضليه. بالظبط. طب عشان انا ابرزها بقى، ده طبعا محتاج تمرين، لازم انتظام على التمرين اكتر. تمام. في تمارين بتزود العضلات يعني؟ في تمارين معينه بتبرز العضلات دي او اجهزه معينه بتستخدمها؟ لا هو التمرين بيبقى مخصص ليك انت. تمرين مثلا اللي هو تمرين كمال اجسام عامه، مش الفتنس. الفتنس ده بيزود لياقتي البدنيه والقوه بتاعتي، اما بالنسبه للحديد ورفع الاثقال الكلام ده بيزود حجم العضلات نفسها وحجم المصل. طب ايه الفرق ما بين كمال الاجسام والفتنس العادي؟ الفتنس العادي اللي هو تمرين بوزن جسمك. بالنسبه بقى للتمرين مثلا كمال اجسام، حديد واوزان واجهزه اكتر، ده ايه خطوات؟ ويكون في حمل على العضلات. نعم. انا عايز اعرف بقى الخطوات يعني. انا دلوقتي شاب عادي جدا، عضلاتي كويسه مش اي حاجه، ايه الخطوات اللي توصل العضلات ان هي انا اسمع بقى ايه تنشيف وحاجات زي كده؟ التنشيف ده اللي هو بيبقى وقت البطولات. ممكن مثلا واحد تخين شويه فعايز ينشف، ده مش هينفع انشف وانا عندي كميه دهون كتيره. لازم انزل ده كله بعدين انشف. بالنسبه مثلا لو واحد عنده يعني عضلات مثلا عايز ينشفها، ده بيبقى اسهل شويه. يبقى اسهل ان انا اخسسه وبعدين اعمل تنشيف. طيب موضوع كماليات بقى اللي هي المكملات الغذائيه. المكملات بيقولوا ان فيها خطوره، انا بس عايزه اعرف الفرق ما بين ان انا ادخل نفسي في خطوره بسبب المكملات الغذائيه، وان المكملات الغذائيه ايه وظيفتها اصلا في عمليه بناء الجسم. لا هو بصي، المكملات متقسمه لجزئين. تمام. الجزء اللي هو ممكن مثلا مكمل غذائي اللي هو الفيتامينات،
ممكن مثلا انا شخص مش راضي خالص، ما بتمرنش، عندي مثلا نقص في فيتامين د مثلا، فباخد مكمل غذائي فيتامين د. عندي مثلا نقص في الاوميجا 3 فباخد اوميجا 3. عندي مثلا نقص في فيتامين بي 12 اللي هو بتاع الاعصاب، فباخد مكمل غذائي بي 12 اعصاب. يعني بالنسبه المكملات الغذائيه دي بتعوض الفيتامينات الناقصه في الجسم، لكن مش هي دي اساسيه. لا لا. بالنسبه بقى للمكملات اللي هي السبلمنت بالنسبه لكمال اجسام، ايوه، ده مكمل مثلا انا النهارده مثلا مطلوب مني اكل مثلا 150 جرام بروتين، فمثلا ما قدرتش اكل غير 100 جرام، فالمكمل مثلا الواي بروتين ممكن مثلا يدي لي بيعوضني يعني، بس مش بيديني بيكمل لك الحاجه اللي هي كانت بيكمل الناقص. كويس جدا. مش اساسي يعني، انا ممكن مثلا ما اضيفهوش، انا مثلا باكل احتياجي من الاكل، فمش مطلوب مني ان انا، هي مش اساسيه. لا لا مش اساسيه. طب من سن كام ممكن اخد مكملات غذائيه؟ هو بيفضل مثلا من 18 سنه، مش قبل كده. لا لا. طيب في حد ممنوع منه المكملات الغذائيه؟ طبعا اللي هو المريض السكر، السرطانات، الكلام ده يعني. بس وكله عادي ياخد، ممكن ياخد مكملات بس بالعقل. بيقولوا يعني اكيد طبعا ما اي حاجه زياده عن طاقتها تقلب عكس. تمام. طيب الاشاعه بقى اللي بتقول البنات ما تروحيش الجيم عشان هيطلع لك عضلات زي الولاد، والبنات اللي بيبقى في عضلات عندهم وحاجات زي كده؟ لا بص، هو عامه البنات عمرها ما تطلع لها عضلات. ليه؟ بالنسبه للرجاله عندهم هرمون اللي هو اللي بيبني عضلات، هرمون التستنون، ده مش موجود عند البنات. عندهم هم هرمون الاستروجين اللي هو مش عندنا اصلا غير بنسبه قليله جدا. فمهما تلعبي حديد او تشيلي حديد عمرك ما هتطلعي عضلات. ممكن مثلا البنات بتروح الجيم مثلا تقوي لياقتها شويه، تقوي جسمها، تشد جسمها. اما عمرها ما هتطلع عضلات مهما تتمرن. اما البنات بقى عندهم عضلات دول؟ لا دي بتدخل بقى سكه استرويد، هرمونات، هرمونات ذكوره. ده بس طبعا مش موجود في مصر، ده بره اللي هو المحترفين والكلام ده. طب الحمد لله مفيش. طيب بالنسبه للناس بقى، احنا عايزين نظبط لهم فكره انه الجيم مش بس للعضلات والتخسيس. يعني الجيم لايه؟ علشان نصلح بس المعلومه دي عند الناس. بالنسبه للجيم لايه؟ هو الجيم طبعا لو انا داخل عشان اخس فده حاجه كويسه، بالنسبه لو عايز ازيد ده برضه حاجه كويسه. بس خلينا مثلا نقول ان الجيم مثلا هيزود لياقتي، مثلا خارج مع اولادي مش عارف افسحهم كويس، اخرجهم كويس، فبنهج بسرعه، ده الجيم طبعا ده بيعمل كل ده. مش قادر اطلع سلم، مش قادر اخد مشوار طويل، كل الجيم ده جيم بيعمل بيزود لياقه عامه. لو انت مثلا مش هدفك ان انت تخس خالص، او لا هدفك تعمل عضلات ولا عايز تعمل عضلات، عملت لياقه ومرونه. عملت لياقه، يكون عندك لياقه ان انت مثلا تساعد غيرك، عندك لياقه مثلا ان انت مثلا مش قادر تشيل حاجه من على الارض فتقدر تشيلها، كل ده. طيب يعني الناس بقى اللي هي ما عندهاش وقت تروح الجيم، وقتها مش سامح، تحافظ على علاقتها ازاي في البيت؟ بصي، هو الموضوع ان انا مثلا عايز اعمل عضلات، هتقول لي اعمل عضلات وانا في البيت، ده صعبه. طب انا بتكلم عن اللياقه بس، انا العضلات في البيت ده هتبقى صح. يعني مثلا انا عايز اخس، ممكن اخس وانا في البيت عادي. بينه لازم نظام غذائي مناسب ليا. ممكن اعمل كام حركه كده، ربع ساعه في البيت، ماشي رايح مشوار مثلا، بدل ما اركب تاكسي ولا حاجه اروح ماشي، بدل ما اطلع اسانسير اطلع السلم، ده بيزود موضوع طلع السلم، يعلي معاك الحرق، معدل الحرق بتاعك. تمام. بس طبعا لازم يكون ماشي على نظام غذائي، ده لو ما عندكش ايه وقت. بالنسبه مثلا لو انا عايز مثلا ازيد وانا قاعد في البيت، ده صعب شويه. ممكن مثلا واحد يقول لي انا باكل كتير بس مش بزيد. طبيعي. ده مين ده ليه؟ ازاي عملها ازاي دي؟ يعني انا باكل كتير بس مش بزيد. ده طبيعي، جسمك يعني الاكل اللي انت بتاكله مش هيستفاد بيه. الحديد او التمرين نفسه هيخليك تستفاد بالاكل اللي انت تاكله، بالنسبه للبروتين والكارب والالياف. فجسمك بيبدا يشتغل ويحرق الكلام ده فبيبني اكتر. اما طول ما انت قاعد في البيت مستحيل. لا ده في كمان ناس شغلتها وهي قاعده، يعني في ناس بتبقى كل طول النهار انا قاعده على المكتب ما بعملش حاجه، ما بتحركش، ده زي المحاسبين مثلا او الدكاتره اللي هي قاعده أكيد يعني على المكتب، ما فيش وقت للحركه. دي تعوض الوقت ده ازاي؟ لان الحركه دي اكيد بتعمل تيابس. طبعا. فنعوض بقى الوقت بتاع المكتب ده ازاي؟ بتمارين. لا هو صعب صعب صعب، يعني ازاي ما عنديش وقت؟ في ناس ما عندهاش وقت. لا اكيد في. طب انا اقول لك انا ما فيش وقت يبقى مفيش تمرين. طيب انا عرفت ان انت عامل تمرين اونلاين. ده بتعمله ازاي بقى؟ ده مثلا ممكن معايا ناس بتتابع معايا من السعوديه، وناس مثلا في بلد مش جنبي،
مثلا ناس مش قادره تيجي الجيم عندي. تمام. فده ببعت لهم بيبقى في فايل كده بي دي اف في النظام الغذائي المناسب ليك بسنك يومك كله. يعني انت بتعمل فايل لكل بي دي اف واحد مخصص ليك يعني. حلو جدا. مثلا تمريني مش زي تمرين حضرتك، نظام غذائي مش تمرين. حلو جدا كده. يعني كل واحد متدرب عندك الفايل بتاعه صحته سنه لياقته البدنيه بتبتدي تعمل له نظام غذائي. مثلا بعمل له بي دي اف بالتمرين بتاعته، بعمل له مثلا بي دي اف تاني بالاداء، بيصور لي مثلا نفسه في الجيم اكد عليه. ده بالنسبه مثلا ليا جيمات ما بيبقاش فيها مدرب يعني. بتعتمد على نفسك. بس ده طبعا ما بفضلوش لو واحد مثلا اول مره يدخل الجيم، فاكيد مش هيبقى فاهم. انا مثلا ببعت له البي دي اف في التمرين، لو انا مثلا اقول له خش على الجهاز ده او بص على الجهاز ده واتمرن، اكيد انا مش هقدر افيده اكتر في الزوايا. لازم يكون عندك خلفيه اكتر. يعني انت عندك خلفيه، هبعت لك مثلا خش يا محمد على الجهاز ده يعني رقم واحد التمرينه دي. فانت مش فاهم الجهاز ده ايه اصلا. فلازم يكون عندك يعني ما بفضلش المتابعه الاونلاين لواحد ما عندوش خبره خالص او ما عندوش خلفيه عن الجيم يعني. طيب حضرتك دخلت في موضوع كمال الاجسام وبدات تطور من نفسك، وبعدين دخلت بطولات وخدت جواز، احكي لي بقى عن الفتره دي. هو انا اول فتره خدتها طبعا كنت نفسي ان انا اخش بطوله بهدفها الاول ان انا اطور من نفسي من خبرتي للبطوله ده. عشان حتى لو عند حد عايز يخش بطوله اكون عندي خلفيه عن الموضوع. بدات اول ادخل بطوله دي كان مثلا في 2019 او 2020. بدات اتمرن وماشي على نظام غذائي وتنشيف بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه. كنت بتمرن مرتين في اليوم، طبعا دايت 100%. الحمد لله دي كان اول بطوله ليا خدت فيها مركز اول. هو العائد من البطوله ما كانش مادي قليل جدا بالنسبه اللي انا صرفته يعني. بتصرف كتير جدا على نظامك الاكل والمكملات والكلام ده. او الهدف الاول اللي هو ما كانش اللي انا عايز عائد يعني من البطوله ده. دي كان اول بطوله ليا. تاني بطوله قعدت مثلا سنتين طورت من نفسي اكتر، كانت السنه اللي فاتت دي، كان بطوله في اسكندريه عملت فيها مركز سادس. بس طبعا ده كان فيه ظلم حصل في البطوله مش نتكلم عليه يعني. بس الحمد لله عدت وطورت من نفسي اكتر ودخلت ناس عندي بطولات وعملوا مراكز كويسه. يعني انت حضرتك خرجت سبت بقى موضوع البطولات وبدات تدرب ولا في سن؟ لا انا معايا تدريب بس البطولات اجلتها فتره يعني، بتحتاج وقت اكتر. مثلا لو انا مش هتخليني مركز مع الجيم والبطوله. لا ده السؤال بقى يعني بكين. امتى قررت بقى ان انت تفيد غيرك؟ امتى هفتح جيم علشان انقل خبرتي لغيري؟ هو انا في الاول زي ما قلت لحضرتك كنت بتمرن مع نفسي، خدت خبره اكتر، بدات اخد كورس تغذيه، كورس تدريب شخصي، بدات افهم اكتر الموضوع. والحمد لله يعني واحد صاحبي كان معايا كنا بنتمرن سوا، قلت له عايزين نفتح مشروع وكده، فقال لي ايه، هو في بلده، هو انا بيني وبين بلدي حوالي نص ساعه. فقلت له، قال لي تعالى نفتح جيم. قلت له ازاي، على الجيم فلوس ومصاريف ومحتاج كل ده؟ قال لي بس تعالى ايه نشوف الدنيا مع بعض، والمكان اللي انا فيه محتاج جيم يعني. فبس بدانا نشوف مكان ونشوف اجهزه، وبدات الحمد لله فتحت الجيم وطورته. وبعدها فتحت مكان تاني، سبت الاول كان المكان ضيق سنه فسبته، وربنا كرمني وجددت الاجهزه عن الاول. والحمد لله يعني ربنا كرمني معايا لعيبه كتير كويسه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ايه العقبات بقى اللي قابلتك في مسيرتك كده من اول ما بدات؟ وخططها ازاي؟ انا عايزه بس اللي بيشوف قصه نجاحك دلوقتي يتعلم، لو قابلتني عقبه عديها. بصراحة ما كانش عندها يعني، ما كنتش بحط العقبات اكتر في دماغي، كنت ببص لبعد كده كويس. بعد كده هبقى ايه او هكون فين. كان كتير طبعا قابلني عقبات كتير، ناس كتير بتقول لي بلاش، وناس كتير بتقول لي مش ما فيش اخر. بس الحمد لله قدرت اتطور ده كله، وبلدي نفسها يعني ايه ما كانش فيها كل ده، وفي جيمات كتير طبعا من زمان جدا ما قدرتش تعمل اللي انا عملته الحمد لله ما شاء الله. بس طيب بالنسبه بقى للي عايز ينزل الجيم، ينزل قد ايه؟ علشان انا اعرف انه لما بنزود في الايام بتاع الجيم بندور العضلات اكتر هو ما بنفيدها. فينزل قد ايه وياخد وقت قد ايه؟ ده طبعا على حسب كل حاله. بالنسبه مثلا لو انا بص، في ناس مثلا بتدخل الجيم ممكن تتمرن ساعتين، في ناس ممكن تتمرن 3 ساعات. لو انا مثلا لو انا هدفي مثلا ان انا انزل الجيم عشان اخس، بكون مثلا محتاج اقل حاجه نص ساعه مثلا كارديو، اللي هو التمرين حرق الدهون، اللي هو انا بحرق مثلا على التريد ميل اللي هو المشايه على العجله. كل ده لو انا مثلا هدفي ان انا ازيد،
ما يفضلش ان انت تعدي تمرينك 45 دقيقه، من 45 دقيقه لساعه. اول حاجه لو عديت كده بيحصل، بيبدا هرمون الهدم يتاثر عندك، بيبدا يتاثر عندك بالسلب. يعني يعني مثلا زدت عن 45 دقيقه يبدا هرمون الهدم واللي هو اللي بيبني العضلات بيبدا يقل عندك، فما بتقدرش تكمل. بتفقد عضلات. تاني هام اللي هو الملل. انا مثلا مش فاضي في يومي، ممكن مثلا بروح الجيم اتاخر فيه كتير فبمل انا. ممكن مثلا عندي مشوار تاني فبقول لا ده الجيم باخد وقت كتير مني. فهو الوقت اللي هو يكون قليل ده كويس بالنسبه ليا، لو انا مثلا يومي في وش كتير والكلام ده بنجز وقت يعني. جميل. طيب الاسطوره بقى اللي بتقول ان انت لو سبت الجيم العضلات دي هتتحول دهون. لا مفيش الكلام ده. هو بتخن تاني اكتر ما كنت يعني كنت. هو انت ما ينفعش مثلا، انا ماشي دلوقتي بخس، مش ينفعش مثلا بعد ما خسيت اروح فاتح بقى في الاكل، ببدا تدريجا كده افتح شويه دايت شويه. بس هو عامه لو واحد مثلا خس بيحب النظام، يعني هو بتلاقي مثلا ان هو النظام ده كويس معاه، بدا صحته كويسه، بيبدا يكمل عليه. مثلا انا شايف ان ده ممنوع فبفضل عليه، مش ممنوع خالص. السكر ممنوع بفضل ان انا منعه شويه. بس ممكن مثلا حاجه من نفسي، مناسبه مثلا، في مناسبه بقدر اكل انا مثلا عايزه، بس بعرف ارجع تاني. بقدر ارجع تاني. بس معلش انا لو سبت الجيم وفتحت كل حاجه هدخل تاني. بالنسبه مثلا واحد عمل عضلات يقول انا هخس، ما طبيعي. العطال العضلات دي او العطال الجسم ده الحديد اللي الجيم. فهو الجيم محتاج استمراريه. انت دخلت المجال ده او انت محتاج تطور من نفسك فتفضل فيه. هي صحه وشكل كويس فانت هتحب كده يعني. والجيم لو واحد استمر فيه مثلا سنه فبيحب كده، ما بيقدرش يسيبه. بس طيب احنا معانا مداخله من حد كان عمر، كان حد عمر عبد الدين. الو الو السلام عليكم. اهلا يا عمر، ازيك؟ انا تمام. ازيك يا كابتن محمد؟ حبيبي عمر، عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. احكي لنا تجربتك مع كابتن محمد يا عمر. انا اول ما دخلت يعني بدات القصه ديت اساسا عباره عن ايه؟ انا رايح مع صحابي ان انا رايح مثلا اضيع وقت، مثلا كان عندي وقت فراغ ان انا رايح يعني اسلي وقت. ما كنتش اعرف كابتن محمد لسه ولا كنت اعرف اي حاجه عن الجيم ولا الكلام ده. كلمت كابتن محمد انا عايز مثلا عايز اخس شويه بس يعني كان اونلاين ولا في الجيم مباشر؟ لا كنت في الجيم. كنت مع نزلت معاه، تابعت معاه شخصيا. تمام. فكلمته قال لي خلاص هنبدا ونبدا التمرين، وعملنا حاجه اسمها كلين باد اللي احنا نزلنا بالدهون وطلعنا بالعضلات. حلو جدا. فواحده واحده مع الوقت يعني لقيت في تطور جامد مع كابتن محمد، و يعني بعد فتره قليله جدا يعني لقيت جسمي اتغير، ما كنتش متخيل ان انا اوصل لحاجه زي كده. بصراحه من الناس المجتهده جدا وداس على نفسه جامد. ما شاء الله عليك. وصلنا مثلا لشيب اللي لقيته بيقول لي يا مره واحده اقرا البطوله. فانا حسيت بعت لي مره كده صوره ليه، حسيت الشيب بتاعه كويس ينفع بطوله. بعد ما كان تخين خس كتير قوي، خس حوالي 15 كيلو. يعني حلو. بتهزر مثلا ولا ايه؟ قال لي لا والله بجد. ودخلنا فعلا يعني كنت لسه ما كملتش. في صوره كنت بعتها للاستاذ احمد ممكن ينزلها. هيعرضوها. كان لسه ما كملتش السنه تمرين، كان بالظبط بعد 9 شهور بدات. يعني انت عملت معاه رقم قياسي يا عمر، يعني مش كنت يعني لسه بتجرب حظك، انت كنت رايح اصلا تضيع وقت وبعدين الموضوع قلب بجد. الموضوع قلب بجد معايا. رايحين حوالي 9 كنا بنروح مثلا بنملى الجيم اصلا. ما شاء الله. ما اتبقاش منهم غير انا لغايه دلوقتي، انا اللي مكمل. يعني كله هو اللي خدوه، اللي كان جايبينه مش بيجوا اصلا. طب عايزينك تقول بقى كلمه لكابتن محمد كده يا عمر. يعني كابتن محمد يعني والله بجد مش عشان حاجه، بس كابتن محمد من الناس المحترمه جدا اللي قابلتها في المجال، ودلوقتي هو يعتبر يعني اكثر من اخ، ومش مجرد ان هو الكابتن بتاعي وكده، لا هو كابتن محمد اكثر من اخ فعلا. هو جنب حاجات كتير يعني انا ما كنتش واخد بالي منها، وهو من الناس المحترمه جدا اللي انا اتعرفت عليها، وبجد يعني
بشكر الدنيا دي ان هي عرفتنا على واحد زي كابتن محمد. ميرسي يا عمر، الف شكر، وشكرا لمداخلتك، الف الف شكر، والتوفيق يا رب البطولات الجايه. ما شاء الله، لا انا شفت الصوره فرق جامد. ما شاء الله كان بطوله كده وعامل فيها مركز كويس. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايه اكبر وزن جالك واتعاملت معاه ازاي؟ كان في ناس معديه ممكن مثلا 120 كيلو. في واحد كان عندي 125، كانش والله بيعرف يحط رجل على رجل، كان بيقيس نفسه ان هو ازاي احط رجلي. يعني ان هو مثلا خس او ما خسش. يا نهار ابيض. ده في شهر ممكن مثلا نزل حوالي 9 كيلو وحط رجل على رجل، بس طبعا الشغل خده وبدا ما يجيش تاني، بس الحمد لله الفتره دي بدا يجي، ومع ان انا والله فضلت اكلمه كتير، يعني عمري ما عملتها، بس انا فضلت اشجعه عشان يكمل. عشان صحته. يكمل عشان صحته. بصراحه كان زايد قوي. فربنا يكرمه يعني ويكمل. لا ان شاء الله نطمن عليه كمان. ان شاء الله. طيب عايزه نصيحه من حضرتك كده لاي حد عايز يتمتع بلياقه وفي نفس الوقت الجسم صحي. والله انا بصي، موضوع الجيم ده بفضله ناس كتير. الناس كتير جدا بفضل اتكلم معاهم ان هم يدخلوا المجال، يدخلوا يتمرنوا لصحتهم. والفتره الاخيره دي لاحظت ان في شباب كتير بدات تبطل السجاير وتتجه للجيم والرياضه، وشافت نفسها، يعني بدات تشوف نفسها وبدات تشوف صحتها، يعني كان صحتها في النازل. فطبعا بفضل الناس، الشباب الصغيره والشباب الكبيره والناس الكبيره والستات، تبدا تاخد بالها من صحتها شويه ومن اكلها. لان بصراحه يعني قله الصحه مش كويسه جدا، مش كويسه جدا قوي يعني. الف شكر حضرتك، فتنا النهارده، الف الف شكر، نورتني. في نهايه فقرتنا الاولى من حلقه النهارده، انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وبشكر كابتن محمد جمعه مدرب فتنس كمال الاجسام، واتمنى لك التوفيق. فقرتنا الجايه ضيفها فنان من نوع خاص، نجم في مجاله، ومجاله يهم كل ست بتحب تكون دايما حلوه وجميله. استنونا معانا ضيف فقرتنا الجايه، ولكن بعد الفصل. بتدور على مكان تدرس فيه اذاعه بس محتار من كتر الاماكن والاعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني ابسطها لك في ثلاث نقط. انت اكيد عايز تدخل المجال ده عشان اولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي، وثالثا بقى واخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها اي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعة، لازم تختار المكان اللي هيحقق لك التلات حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنة بسيطة. الفرق بين 99 FM واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعة هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضرة، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده، عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه، وتتخلص من اي خوف او توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا اقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الارقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في اماكن تانية كتير. وده لان التدريب العملي محتاج انك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم اثناء المحاضرة، اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى انت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق، ده لو لحقهم اصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الاماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص انت بقيت مذيع. لا، في 99 FM كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم إذاعي كامل من 12 حلقة إذاعية على راديو 99 FM، وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في إطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل. بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 FM، تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزهولك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك، عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك الثلاث نقط اللي أي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين؟ ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 FM هيساعدك تحقق حلمك في مجال الإذاعة.
مشاهدين برنامج نجم المجال، اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا كلنا في ظل موجه الحر اللي بنعاني منها الايام دي بنتعرض لمشاكل كتير في بشرتنا وشعرنا، بخص كلامي طبعا الستات الحلوين اللي بيهتموا دايما بجمالهم، وطبعا بسبب تقلبات الجو بيحصل نوع من انواع الخمول والكسل، ويمكن ده بيأثر على نومنا والاهتمام بالتغذيه بشكل سليم، فبعضنا بيتعرض للسمنه وزياده الوزن والبعض الاخر للنحافه. علشان كده نجم فقرتنا الثانيه والاخيره في حلقه النهارده هو الدكتور احمد فهمي، اخصائي السمنه والنحافه وتجميل البشره والشعر، واللي هنعرف منه ازاي نتعامل مع كل ده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. فقره مهمه، بشره والشعر والتجميل والنحافه يعني اكيد من كله. هنبتدي باكتر حاجه، الخرافات اللي بتخلينا ما نخسش الصح. تمام. يعني انا مادام عامل دايت ما اروحش الجيم، ومادام بروح الجيم ما اعملش دايت، وعايزه اعرف ليه احنا ما بنخسش، يعني ايه اللي بنعمله غلط، الخرافات اللي احنا بتخلينا نقف ما نكملش صح. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك طبعا واهلا بالساده المشاهدين. التخسيس ما بقاش صعب. لو انا في خرافه انا ماشي وراها حاول تستثنيها خالص، لان الموضوع بقى اسهل بكتير. لان هتعرف تخس لو انت عاوز تشوف صحتك ازاي. انا عاوز ابقى مثالي، عاوز البس اللي يعجبني، عاوز اطلع السلم كويس، عاوز امشي من غير ما اتعب، ما يحصلش مجهود. فانا اللي بحدد مطالب صحتي وبمشي وراها، ببقى عاوز ابقى مثالي، طولي بيساوي وزني، مش عايز احس بامراض ومشاكل صحيه، مش عايز احس ان انا جات لي خشونه بدري، حصل لي تجاعيد في بشرتي، حصل لي دهون زياده، مسام بشرتي وسعت من كتر الدهون، بنام وبعمل صوت وانا نام او بشخر يعني. كويس. بنهج وانا ماشي وانا لسه سني صغير. فحاجات كتير جدا ممكن ابص لها وانا بعمل البلان بتاعتي او البرنامج الغذائي بتاعي. هو انا عايز ايه من الدايت؟ انا عايز ايه من الدايت غير ان انا عاوز صحه جيده. تمام. فالموضوع بقى سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشكله خالص. ما صعبش الموضوع على نفسي يعني. احدد الاول رغبتي، انا عايز اعمل دايت ليه؟ بالفعل حضرتك لحد ما اوصل لهدفي. ده اللي احنا بنعمله. انا دايما كده في الجلسه بنحدد اهداف الشخص. حلو جدا. بسال حضرتك انت عايز تخس ليه؟ بيقول عشان 1 2 3. حلو. انا عاوز اخس عشان انا مش عارف امشي. انا نفسي البس اللي انا عاوزه. نفسي ابقى مثالي. جوزي عاوزني اخس. المجتمع هدفه هو على فكره. المجتمع بقى فيه تنمر عليا، وبقيت مش مثالي في المجتمع. طيب انا مشيت في الدايت شويه، هوب وزني ثبت، عملت ايه؟ ايه الغلطه اللي انا نفذتها؟ جميل. هو الثبات في الوزن مش ما يخوفش، ما يرعبش، لا عادي. ادخل جوه الملعب بتاع التخسيس واغلط واثبت وخس وارجع تاني لخبط تاني وخس تاني، مفيش مشكله خالص. هتحقق الهدف اللي انت رايح له اصلا طول ما انت جوه. لكن لو طلعت هيبقى الموضوع صعب شويه ان انا ارجع تاني. كويس. طب ثبات الوزن بيجي من ايه؟ الجسم بيبتدي يستوعب البلان اللي انت عاملها له. انا كنت ماشي بقالي سنين طويله على نظام معين، بنام كذا وبصحى كذا وباكل كذا، في اي وقت بجوع باكل اي كميه من الاكل ممكن اكلها عادي جدا. بدات اغير ده وبدات اعمل لجسمي خطه ماشي عليها. فبدا يحس بالرهبه، هو ايه اللي بتعمله ده؟ فيبتدي يستوعب، يبتدي يستوعب معايا. اول اسبوع ممكن اخس كويس، ثاني اسبوع ممكن اخس كويس، الثبات ممكن يجي هنا بقى، ممكن اثبت في ثالث اسبوع وزني يتوقف شويه، على بال ما الجسم يبتدي يفهم انا بعمل ايه، يبتدي يتوقف على الميزان لحظات، اللي هي المره الثالثه مثلا. او طبعا. الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع مفيش مشكله خالص. فانا بقول للي بيعمل دايت ما تخافش من الثبات، كمل. الاستمراريه دايما بتنجح اي خطه انت ماشي عليها، سواء في النحافه او في التخسيس. يعني ما يقاس ويزعل ويقول خلاص انا ما خسيتش انت جوه، اوعى تطلع وبطل بقى هنا وارجع اكل تاني. اوعى تطلع، انت مكمل وشايف هدفك قدامك. انا بخس عشان 1 2 3 4. انا في حاجات مهمه جدا مالكش دعوه باللي بيحصل في الاسم خالص، لان ده هيحصل طول ما انا ماشي في الدايت وفي في البرنامج بتاعي. لازم يحصل ثبات، ولازم يحصل توقف، لازم يحصل لخبطه. ممكن الخبط وانا عامل دايت. تمام. الكون ما حصلوش اي حاجه لما انا لخبطت في الدايت، مفيش مشكله خالص. لخبط وارجع تاني، التزم نسبه وتناسب، علشان الحرمان اصلا ضد الدايت، ان انا اقفل لك. الناس اللي هي بتعيش طول النهار مثلا على برتقانيه وكوبايه ميه، وبعدين يقول لك عشان اعمل دايت. طيب حق جسمي عليا فين بقى؟ شعر، بشره، ذاكره، تركيز، شغل، نوم، صحيان، مجهود، انا عايز اشتغل، عايز اركز، عايز. طب اجيب منين الطاقه؟ ما هي الاكل مصدر للطاقه. طيب البنزين بتاع الجسم. حضرتك قلت لي ان في اول اسبوع بنخس. كويس. تمام. طيب يعني انا مثلا لو خسيت قد ايه احس ان انا خسيت؟ لان في ناس يقول لك انا عايز اخس بسرعه.
جميل. فانا اجوع نفسي او اتعب نفسي او كده، انزل انا عايز انزل 10 كيلو في اسبوع. ممتاز. طبعا ده يعني ده حلم خرافات يعني. بيتقال بس انا ممكن اقل رقم ممكن انزله في الاسبوع واعلى رقم ممكن انزله قد في الاسبوع. جميل. هو لازم برضو يبقى الهدف واضح ومريح. ما ينفعش احط لنفسي تارجت قوي جدا واقول انا هخس في الشهر 20 كيلو. مفيش حاجه اسمها كده. هو كل رقم ليه اداء. بالنسبه للمجتمع احنا بنقول نحاول نمشي الدايت مع الـ الوقت والظروف والمجتمع والشغل والدراسه والحاجات دي كلها. طيب انا عشان احط لنفسي هدف قاسي، اذا فانا هقصى على نفسي. تمام. وهتحدى جسمي. لو اتحديت جسمي عمري ما هوصل للنتيجه اللي انا عايزها. المعقول جدا اللي اقدر اخسه بارتياحيه وما يرجعش تاني ومن غير اضرار ولا مشاكل صحيه ومن غير وهم، بخس من 4 لـ6 كيلو في الشهر. في الشهر تخسيس صحي في الأسبوع. صحيح بدون مضاعفات بدون مشاكل. لا 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 مفيش الكلام ده مفيش. انا هنا هقفل الشاي تماما، فقدت كل العناصر اللي محتاجها جسمي. طيب. عشان بس لما اجي من 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 اسباب فشل الدايت، وقلنا قبل كده في حلقات كتير ان انا بحط لنفسي هدف قاسي ما اعرفش اوصل له، مش هعرف اوصل له، يصيبني الاحباط. انا ما خسيتش ال 20 كيلو اللي انا عايز اخسهم في الشهر. طب انا قسيت على نفسي وخسيت 15، بس مع ال 15 اخدوا ايه مني؟ اتأثرت صحتي. هنرجع تاني نعرف موضوع فقدت فيتامين دي، لا شعر، بشره، حاجات كتير قوي. لا ده دي بقى شغلانه لوحدها. الناس عايزه تنزل ده كله ومن غير ما تبص هتعمل ايه. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني مع دكتور احمد نشوف بقى موضوع الدايت ده ايه. دكتور احمد فهمي عشان بنتكلم عن الدايت والتخسيس وازاي هو بيأثر على البشره والشعر. كنا بنقول الدايت اللي بينزل 15 كيلو في الشهر ازاي بيفقدنا ده عنف. اسمه عنف. ده انا دخلت في معركه. اوعى تدخل في معركه مع جسمك. طب اللي بياخد بقى ادويه التخسيس، انا بقى اصل انا حته ان انا انزل ده كله، حضرتك قلت لي انه النزول ده كله بتاع الكيلوات الكتير قوي ديت اكيد ده ضد الصحه تماما عشان نبقى متفقين. حلو جدا. ضد الصحه تماما. الناس بقى اللي بتاخد ادويه تخسيس كمان تساعد الدايت وتساعد جسمها انه يحرق اكتر وان انا افقد وزن اكتر، كل ده عشان اوصل برضو للرقم الهائل ده. حضرتك قلت لي 4 لـ6 كيلو في الشهر، ده رقم يعني في ناس تقول لك لا انزل 4 كيلو في الاسبوع. ده رقم المنطقي جدا جدا علشان افقد وزن. هو مشكله اللي بيخس ايه؟ انه عايز لما يخس ما يرجعش تاني للي كان فيه. صح كده؟ ما اشوفش تاني في نفسي في المقاسات الكبيره عليا اللي انا ما كنتش عايز البسها اساسا واتحطيت فيها غصب عني. ما اشوفش الاداء الصحي اللي كان حاصل وانا مش راضي عنه. مش قادر اطلع سلم وانا عندي حاجه و30 سنه. بقيت بلبس لبس مش مناسب ليا وانا في سن صغير مثلا. لما قسيت على نفسي وحطيت تارجت قوي جدا، رقم عملاق 20 كيلو في الشهر، ده رقم صعب على الجسم مش هيستوعبه. ممكن اقسى عليه زي ما حضرتك قلتي من شويه ان انا اخد دواء. الدواء الوحيد الحاجه اللي بيعملها انه بيشتغل على قفل الشهيه تماما، ما عملليش اي حاجه غير ان هو خلاني ابطل اكل. طبيعي ان انا هبطل اكل هخس. طيب انا هفضل ماشي على العلاج ده لغايه امتى؟ اسبوع؟ شهر؟ شهرين؟ طيب فقدت الوزن اللي انا عايزه؟ بطلت. طب انا اصلا هنا قمع للشهيه تماما. تمام. صح كده؟ طيب انا قفلت الشهيه هفضل اقفلها لغايه امتى؟ طب انا كده هبطله. او ساعه ما بطله بفتح الربع هرجع تاني. اللي خسيته في الشهر الثالث هرجعه تاني في الشهر الثاني اللي كان قبليه، بس بضعف نص يعني نص الشهر تقريبا. 10 كيلو هرجعهم 15 وال 15 هرجعهم 20 وهكذا. هرجع اكتر مما كنت عشان انا اصلا انا فقدت عناصر مهمه جدا. فيتامينز مهمه جدا، مينرالز مهمه جدا. ما بشربش، ممكن اشرب ميه بس، وطبعا ده ضد الصحه تماما. فين العناصر اللي محتاجها الجسم عشان ينمو عشان يركز عشان يحرق؟ طيب احنا معانا مفاجاه لحضرتك استاذه مدام دعاء، كانت من الحالات اللي عند حضرتك. الو. الو. اهلا 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 مدام دعاء. اهلا بحضرتك. حضرتك كنت متابعه مع دكتور احمد في التخسيس؟ ايوه. طب احكي لنا تجربتك بقى. والله ابدا ما فيش، الموضوع بس كان صعب جدا بالنسبه لي وحاولت كتير بصراحه وفشلت وكده. لكن لما بدات استمريت الحمد لله مع دكتور احمد. ما شاء الله.
طيب النظام اللي كان محطوط لحضرتك كان محطوط لحضرتك ليكي انتي. طيب ايه الاجراءات بقى اللي خدتيها علشان تبتدي مع الدكتور احمد الدايت؟ والله يعني انا بدات معاه بنظام خاص بصحتي انا. على حسب الحاله الصحيه بتاعتي انا بصراحه. تمام. لان كنت بعاني من مشاكل صحيه. بس وبعدين لما استمريت عليه ولقيت نفسي الحمد لله بخس كملت. طب انت انا قدامي الصوره نزلتي من الشيب ده للشيب ده في قد ايه؟ بصراحه في اقل من سنه. فعلا ما شاء الله. انا كنت هنا 117. وانا كنت انا خايف انا خفت اسالك على الوزن بصراحه. نعرف بقى في ادويه ولا ما فيش؟ ما اعتقدش كان في ادويه او حاجه ولا ده؟ ما خدتش. اقول يا دكتور يعني ولا بقول؟ اقول طبعا اقول. لا ولا برشامه. ولا برشام. واحده. نشاط رياضي، نظام غذائي. بس. طيب انت نزلتي ببطء، يعني قد ايه في كيلو في الشهر مثلا؟ كم كيلو في الشهر؟ يعني هو اول شهر بصراحه كنت نزلت 6 كيلو. حلو جدا. انا بصراحه ما كنتش مستعجله ان انا انزل بسرعه. بس كنت عايزه المهم التارجت بتاعي ابقى صحتي كويسه. حلو جدا حلو جدا. وما زالت دلوقتي لغايه دلوقتي على الفرق قد ايه صحيا معاكي يا مدام دعاء؟ لا 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 فارق كتير جدا. لا فارق شاسع يعني. طب احنا بندعي لك بالاستمرار وان احنا يعني نبقى في نص ارادتك. الف شكر لحضرتك يا فندم. مستمره جدا ونموذج بصراحه انا بشكرها جدا على التزامها. شكرا جدا مدام دعاء على التزامك طبعا. الله يخليك يا رب. الف شكر يا فندم. الف شكر مدام دعاء. هنا بقى بنقول الاستمراريه. هي ما حطتش الهدف القاسي. كانت بتلخبط شويه ترجع توقف شويه ونرجع تاني على التراك نكمل. حلو جدا. علشان هنا اكثر حته الاحباط. ازاي تاكلي؟ ازاي تلخبطي؟ ما هو هنا ما هو بص حضرتك ده وارد. انا ما حطيتش نسبه وتناسب للحاله. في دكاتره احنا بنخاف نروح لهم تاني بعد ما نلخبط من اللي هنسمعه فخلاص ما بروحش بكمل كده. لو ما حطيتش لحضرتك مرونه في النظام اكيد مش هتكملي. وهكذا بقى هسيب ده واروح ده هسيب ده هروح لده ومش هلاقي اللي انا عايزه. ولكن انا بوضح لحضرتك الصوره ببساطه. صحتي محتاجه ايه عشان اعمله؟ محتاجه 1 2 3 بس. شكرا انا مش عايز منك اكتر من كده. اول ما هاخد دول هشتغل عليهم. تمام. اللي هو العامل النفسي. كويس جدا. هلخبط؟ انا لخبطت النهارده، اوكي، مفيش مشكلة. أنا يوم الأربعاء كان بس عندي هعوضك بنظام تاني. يوم الأربعاء كان عندي عزومة وحصل أمر اضطراري. اتحطيت في أمر اضطراري، اوكي مفيش مشكلة خالص. عادي. حلو جدا. ما حصلش أي مشكلة. طيب مع الدايت لازم يكون في رياضة، لأن بيقول لك إيه أنا خلاص بعمل رياضة خلاص مش هاكل، يعني هاكل عادي، ما أنا كده كده بحرقه في الجيم. تمام. لا أنا عاملة دايت خلاص مش هروح رياضة، ما أنا بقى بطلت أكل، هو هروح بقى هناك يغمى عليا. جميل. بص حضرتك، هو المكمل لبرنامج الرجيم النشاط الرياضي. لو مفيش في حياتي أساس. نشاط رياضي اتليست ماشي ربع ساعة على الأقل، يعني مش يوم بعد يوم. مش لازم جيم. مش لازم أروح جيم. عادي جدا. حاجة الفتنس العادي اللي احنا بتاعنا. على الأقل أمشي يوم بعد يوم. حلو. خلي في حياتي نشاط رياضي قليل استفيد منه، يحرق لي دهون متراكمه، يبتدي يشد معايا الجلد، يبتدي يصحصح العضلات، يديني طاقه ايجابيه، يمتص الطاقه السلبيه من الجسم، لان طبعا الرياضه كده كده بتمتص الطاقه السلبيه. ابتدي اخرج اشوف نفسي وانا بخرج الطاقه السلبيه. ابتدي انزل على الميزان بشكل احسن. جميل جدا. وسبتت شويه وبعدين رجع تاني تكمل. حلو. دايما بحط النسبه الاكبر الالتزام، وخلينا دايما في امور اضطراريه غصبا عننا نحط نسبه قليله ممكن نلخبط ونداويها. مش مشكله. عادي مفيش مشكله خالص. ما اصل البني ادم لازم يغلط. عادي مفيش مشكله. يعني لما اغلط في برنامج الدايت انا ما اعتقدش ان حصل جريمه. طيب بس انت مكمل. احنا بنتكلم دلوقتي على السمنه، ايه موضوع النحافه؟ يعني انا اجي ايه الوزن اللي احسه ان هو نحافه واجي عند حضرتك هعمل ايه؟ جميل. لا تقل اهميه عن السمنه. فعلا زي ما السمنه ليها امراض، النحافه طبعا ليها امراض. الهزلان، سوء التغذيه، الشكل طبعا مش عارف البس اللي انا عايزه، مفيش ذاكره، مفيش مجهود اشتغل. طبعا ده شخص بيبقى برضه عنده تعب، اجهاد، وحاله نفسيه في نفس الوقت، لانه شايف نفسه مش زي اللي حواليه. لبسه مش راضي عنه، شكله مش راضي عنه، حاجات كتير جدا. بنت مثلا في سن البلوغ ووزنها قليل جدا، بعيد عن الوزن المثالي. فطبعا دي مشاكل كلها برضه نفس القصه. ليها حلول الحمد لله. بنبدا نقعد مع الشخص لوحده. ممكن يبقى جاي معاه ماما او بابا او اخوه او اخته، بس نقدر نعرف المشكله ايه، اللي بيحبه في الاكل، ايه اللي ما بيحبوش. طبعا بعد ما بنعرف المشاكل العضويه بنعمل مجموعه تحاليل. الاول بنعرف منها المشاكل العضويه، لو عنده مشكله بنبدا نحلها. مفيش مشاكل، في مشاكل نفسيه نبدا نحلها برضه، لان معظم الحالات بيبقى حاله نفسيه. ممكن تبقى بنت راضيه عن نفسها
بس جاي غصب عنها. ممكن يبقى ولد هو شايف نفسه كويس وبيلعب رياضه ونشاطه كويس في الكوره او في لعبه الرياضه اللي هو بيلعبها فشايف نفسه كويس، بس ماما جايباه عشان يدخن. يعني العامل النفسي عنصر مهم فعلا جدا. على اللايف كوتش احنا في لازم حد يقعد مع الحاله يعرف منها الاسباب النفسيه اللي انا بقوم الساعه 3 بالليل منعز النوم اعمل حاجه كلها وانام، ده في مشكله. تمام. في عامل نفسي مؤثر. تمام. المجتمع هم بياكلوا اكلك، هو ايه الشكل اللي انت فيه؟ هو ما بتبطلش اكل، هو انت بتلاقي مقاساتك. الوزن كام بنعتبره نحافه يا دكتور؟ بص يا فندم، هو احنا المعادله الحقيقيه والطبيعيه واللي درسناها ان الطول بيساوي الوزن ناقص 100. يعني انا طولي 160 سنتي يبقى وزني من 60 ل 63. مثالي. طيب. جدا. يبقى ده المثالي بتاع الجسم. قدرات، طاقه، سعرات حراريه، وزن مثالي جدا يقدر يتعامل بيه بشكل طبيعي جدا. طيب ايه بقى الحاله اللي كانت بتشكل لحضرتك تحدي ان كان في السن او في النحاف؟ الحاله اللي كانت بتسبب لي تحدي لا الحمد لله هو مفيش تحديات غير ان انا بحب اشتغل مع الحالات اللي قربت على العمليه اللي هي داخله بقى تعمل خلاص ده 140 كيلو مثلا اللي هي داخله 150 كيلو مفيش حل عندي غير التكميم مثلا انا بحب اشتغل مع الحالات دي جدا فعلا وبجيب معاها الحمد لله بفضل ربنا طبعا نتائج كويسه جدا. الحاله دي بتعرف تخس كويس لو بدات تخس وابتدت تقتنع ان هي عايزه تخس. بنسيبها مره واثنين وثلاثه بنقعد معاها جلسه واثنين وثلاثه. طبعا زي ما قلت لحضرتك من شويه ان الدواء في الاخر خالص ده انا ما يعني مش قصتنا. قصتنا نشاط رياضي، عامل نفسي، نظام غذائي. ده شغل التغذيه. لو احنا عايزين ناخد نتيجه مظبوطه 100% نبتدي نقعد مع الحلقه. بس التحدي هنا ان انا بتبقى في حاله يعني دي قابلتني كتير وخدت الموضوع بشكل تحدي برضه، ان كانت رافضه الفكره. بتبقى شايفه الموضوع من بعيد، خايفه تقرب له، فانا ابدا برضه اتابعها من بعيد عن طريق غير مباشر، حاططها في جروب في مجموعه يعني مع ناس، بخليها تشوف على الفيسبوك مثلا نتيجه اتحققت او شكل حصل او حد قال نتيجه. بتعمل لها صوره ذهنيه للي هي توصل، صوره ذهنيه تبدا تخش في الموضوع لوحدها. بس انا مش بنساها، هو بيبقى في مخاوف يا دكتور. نعم بيبقى في مخاوف. يعني انا مثلا سي سوزي شكلها كويس وكل حاجه، بس هي بعيدا عن وزنها الطبيعي بتنزل مثلا بتاع 10 15 كيلو، فاقول لك لا اصل انا لو خسيت شعرها هيقع، او لو انا خسيت وشي هيكرمش او هيبهت، اخاف بقى الخدود دي تنزل وابتدي فيه يطلع كراميش وحاجات زي كده. امتى اخس بصحه وفي نفس الوقت احافظ على نضاره وشي وشعري ما يقعش؟ جميل. زي ما قلت لحضرتك من شويه، القسوه والعنف مع الجسم سبب اللي حضرتك قلتيه ده كله. لو انا قسيت على جسمي وخدت منه اللي انا عايزه بالعافيه، انا قفلت الشهيه. عارفه يعني ايه قفلت الشهيه؟ يعني مفيش مصدر للطاقه تماما، لازم شعري يقع، بشرتي تترهل، يحصل لي مضاعفات، ادوخ واقع طبعا، الهيموجلوبين يقع عندي، فيتامين دي يقع عندي، حاجات كتير تتاثر. لان الاعتدال في الدايت يحقق نتيجه هايله بدون مضاعفات. زي ما قلت لحضرتك الرقم المتاح جدا والجميل جدا وبارتياحيه ما فيهوش مشاكل من 4 ل 6 كيلو في الشهر. ودايما بقول للحاله كده ارجوكي ما تزيديش عن كده بس تكملي. طيب الشهر ده 4 حضرتك سوري انا اسفه سالتك معلش. هو كمان احنا بنتكلم على الاصابات اللي بتحصل. احنا عملنا دايت، حضرتك بتدخل الدايت في كدواء، يعني انا بديكي المينرالز والحاجات والفيتامينز اللي انت محتاجاها بحيث ان الحاجه ما تقعش. طيب الناس اللي عندها حالات هالات سوداء او حبي شباب، حضرتك بتعمل جلسات تجميل كمان يعني غير ان احنا نجم المجال بقى معلش. ايوه انا بتكلم دي بقى نجم المجال بقى. أيوة. انا عايز نتكلم بقى على جلسات التجميل. لما ربطنا التغذيه بالتجميل حلو جدا. ايوه ما نجم خدنا بقى لقب نجم المجال. حق بعد اذنك طبعا. خلاص كلنا حقك. علشان هنا بنعمل باحترافيه باحترافيه لما بنربط التغذيه بالتجميل. ايوه بناخد نتيجه محترفه، نتيجه مميزه. انا عندي هالات ما بتروحش الا اذا كانت وراثيه، ده موضوع تاني. انا عندي هالات ما بتروحش، انا عندي حب شباب اتعالجت منه سنين وما بيروحش. انا عندي اسمرار وتصبغ ما بيروحش، عندي تساقط شعر ما بيروحش. لا تعالى لي بقى. تعالى لي عشان كل الحاجات دي راحت خلاص، كل الحاجات دي تقريبا انتهت. لما بربط الاتيتيود اليومي بالجلسه بتاعتي لازم ان شاء الله تنجح يعني. تعالى نغير، انت ايه مشكلتك؟ مشكلتي حب شباب ما بيروحش، عالجته كتير، تساقط شعر، هالات. طب تعالى نعمل شويه تحاليل كده بسيطه نتاكد ونطمن على شويه حاجات وبعد كده نبدا ايه اسرارك بقى. بعد كده نبدا نحسن ونعدل ونغير المشكله دي.
خالص. ونبدا في جلساتنا المميزه الحمد لله اللي مثلا في حب الشباب. لو انت عندك حب شباب وما زلت ومصمم على اكل الشارع، مواد حافظه، صودا، الحوادق والحاجات المهيجه للبشره، اعتقد انها هتتاخر شويه في الشفاء. لو انت بدات تتحسن من ادائك اليومي، بتنام بدري، بتصحى بدري، دخلت النشاط الرياضي في حياتك، بتاكل اكل صحي، انا مش عايز منك اكتر من كده. حلو. هتتعالج المشكله وهتتحل. بعد كده بنبتدي بقى شغل الطبيعي، بقى جلسات التنظيف العميق للبشره، بعد كده جلسات الهالات بالديرما بن بالمواد المناسبه للحاجه اللي احنا هنعملها. جميل جدا. عرفت كمان عند حضرتك متدربين يطلعوا من تحت ايد حضرتك. ده موضوع تاني بقى خالص. ده موضوع بقى يعني مهم جدا. كمان بتطلع النجوم في المجال صغيرين كده يطلعوا بالزبط. علشان انا والله كلام حضرتك مميز جدا، وانا استفدت منه بسبب انه كتير من دكاتره طبعا على راسي كلهم ومحترمين وكل حاجه، بس بتبقى ورقه الدايت جاهزه. ورقه الدايت دي انا ما بديش نظام دايت على فكره. انا عايز اقول لك ان في مراكز تجميل بيبقى فيها ورق دايت. انت ما عرفتيش تحليل نادرا لما بدي نظام غذائي لحد يعني. لا ما هو لا نظام غذائي موافق مع صحته. انا ما اقولش ورق الدايت اللي هي العاديه، لكن أيوه. انت والله انت ناقصك 1 2 3، الحاجات دي هتظبط 1 2 3، الشعر كذا كذا كذا، اظن احنا بنصلح وبنعالج. أيوه. بالغذاء. تمام، جميل جدا. انت بقى حضرتك بتطلع شباب صغير كمان عندنا بقى. يعني عندنا جزء تدريبي كده كويس جدا. فكرته في الاول جت ان انا حبيت انقل الخبرات دي لناس تقدر تستفيد منها. في مجال التغذيه الاول عملت برنامج اسمه تاهيل اخصائيين التغذيه لسوق العمل. يشتغل فين، يشتغل ازاي، يشتغل مع مين، التولز اللي هو محتاجها عشان يشتغل وعشان يحقق. هو عنده برنامج عايز يحققه، عنده طموح، عنده نجاح عايز يحققه. من خلال تجاربي والحمد لله السوق الكبير اللي انا احتكيت بيه وحققت فيه نجاحات الحمد لله بفضل ربنا طبعا عليا، نجاحات كتير جدا ونتائج انا مبسوط بيها وفخور بيها. بدات انقل ده واعمل البرنامج الصغنن ده اسمه تدريب اخصائيين التغذيه لسوق العمل. بدربه كويس جدا على بعض الحاجات التاهيليه في التغذيه، الادوات اللي هشتغل بيها، الميزان الانبادي، يقدر يفتح سوق شغل فين، انت عايز تشتغل فين، تقدر تخدم مين، تقدر تروح اماكن فين، جيم، صيدليه. يعني حضرتك بتوجههم كمان؟ طبعا. طب حضرتك ما بتقلقش ان هم بقى ياخدوا ال، ما انا بقول لحضرتك ما دمت عملت برنامج تدريبي ان انا هنقل خبراتي، فانا هبقى مبسوط جدا ان حد بيطبق اللي انا بعمله. جميل. لان الحمد لله بفضل ربنا طبعا ده شيء كويس. الجزء الثاني اخصائيين العنايه بالبشره والشعر لسوق العمل برضه. طبعا عايز اقول لحضرتك طلع من بفضل ربنا طبعا طلع ناس حقيقي حقيقي انا فخور بيهم ان هم بداوا يطبقوا مدرسه صحيحه في التجميل بمعلومات بسيطه وحرفيه بسيطه جدا. والحمد لله طبعا في اماكن بدرب في اماكن كتير. النصيحه اللي حضرتك بتديها بقى للمتدربين بتوعك او اي حد بيفكر يدخل في المجال ده؟ طيب المتدربين الاول اقول له طبعا لازم نراعي ربنا في شغلنا، لان لما بنراعي ربنا في شغلنا بالفعل بناخد نتيجه كويسه جدا. الحاله اللي جات لك يعني دايما بقول لهم كده في التدريب اتهرست او راحت اماكن كتير جدا وما وصلتش النتيجه، انت النهارده هي جات لك عشان توصلها للنتيجه اللي هي عايزاها. وده انت اتعلمته. يعني اتعلمت عندي ان انت تطلع من عندك نتيجه على الاقل تقول الله يبارك لك، انت فعلا طلعت لي النتيجه اللي انا عايزاها بعد ما لفيت كتير ومفيش فايده. نصيحه لمين؟ للي عايزين يخشوا المجال. عايزين يخشوا المجال. عايز يخش المجال لازم تكون بتحب المجال. لو انت حابب التغذيه ادرس تغذيه. لو انت حابب العنايه بالبشره والشعر ادرس العنايه بالبشره والشعر واشتغل صح. هتشتغل صح تخلي المكسب النكست ستيب بتاعتك هتوصل. لو خليت المكسب رقم واحد مش هتكسب قوي. اكسب عملاء الاول، قاعده عملاء الاول، بعد كده اكسب فلوس. جميل جدا. نصيحه بقى للي عايز يغير من شكله ووزنه وجسمه يعمل ايه؟ يعني جميل. نصيحه كده ان هو يتشجع. طيب هنقول حاجتين للي عاوز يخس او اللي عاوز يتخن. حلو. لو عاوز تخس اعرف متطلبات صحتك الاول بينك وبين نفسك. اكتب في ورقه كده انا عاوز اخس عشان 1 2 3. حلو. انا عندي ما تخليش الموضوع اجباري اضطراري. اروح لدكتور عظام معلش خس وتعالى. اروح لدكتورة بطنه معلش لازم تخسي. هو الموضوع بقى متفق عليه يعني انتوا خلاص اتفقتوا عليا؟ ما دي صحتك. طبعا. اعرف صحتك عايزه ايه، ما تخليش الموضوع اجباري. لازم اعامل سني معامله تليق بيه، ما يبقاش انا عندي 30 واحس ان انا عندي 50 بسبب وزني. لا خليك مثالي، شوف طولك كام وزنك كام، خلي الاثنين زي بعض. جميل جدا. بالنسبه للبشره والشعر لو اتبعت طرق تغذويه صحيحه بتنام بدري
بتصحى بدري، نشاط رياضي في حياتك، بتاكل اكل صحي، بشرتك هتبقى كويسه جدا، شعرك هيبقى كويس جدا. الف شكر لحضرتك جدا جدا، شرفتني ونورتني وافدتني جدا جدا على المستوى الشخصي كمان. شكرا لحضرتك. في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور احمد فهمي اخصائي سمنه ونحافه وتجميل البشره والشعر على المعلومات الجميله اللي عرفناها من حضرتك النهارده. شكرا لحضرتك جدا، وبنتمنى لك التوفيق دايما يا رب. واعزائي مشاهدين برنامج نجم المجال، الف شكر لمتابعتكم النهارده، اشوفكم يوم الجمعه الجايه الساعه 6 مساء. سلام.